السلام عليكم مشاهدين الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدين الكرام، مثل ما عودناكم خلال هذه الأسابيع القليلة الماضية تناولنا موضوعات أنا بوجهة نظري كأعداد في البرنامج والأخوة إدارة القناة، هي مواضيع جدا مهمة تخص آلاف في آلاف المواطنين البغداديين اللي هم في أطراف محافظة بغداد. دائما ما يعاب على كل الوزارات، على كل الدوائر أو الحكومات المتعاقبة الاهتمام بالمركز في كل محافظة، طبعا اهتمام بالمركز وإهمال أو التغاضي عن الخدمات الموجودة في أطراف المحافظة. وهذا شفناه بصراحة بأم عيننا أثناء تجوان خلال 14 عام من تقديم برامج الخدمية. تشوف مثلا محافظة ذي قار، منطقة ساعة الحبوبي، المركز، كلش مهتمين بيها مثلا، رغم أكو نقص بالخدمات لكن مهتمين بيها نوعا ما، كون دوائر الدولة، المحافظ، مكتب المحافظ، طريقة جيتة روحته، والمسؤولين يجون الزيارات يهتمون بالمحافظ. تروح للشبايش مثلا، للأهوار، الفجر، الرفاعي، تلقاهن هاي المناطق يعني شبه مهمولة. حتى التبليط يمكن ما يوصل، كون اكو هناك اعذار يقول لك بين قرية وقرية تلقى كم كيلو. انا خب ما راح ابلط واخسر تبليط وكذا بين هاي المسافات كلها. هذا عذر طبعا محترم، هو قبيح جدا، محترم من السامعين يعني. بالتالي هاي خدمات، هو بالتالي مواطن عراقي قاعد لو ما قاعد، ولو هي مو مثاليات، هذا واجب كل الحكومات إن كانت محلية أو اتحادية مركزية. اليوم بعد تصدينا لموضوعة بلديات بغداد، وشكرا أرجع وأكرر شكرنا الأستاذ ياسر القريشي مدير بلديات بغداد، وأيضا السيد الأستاذ أحمد معاون مدير بلديات بغداد على التعاون الكبير بصراحة معانا في إنتاج حلقات خاصة ببلديات بغداد. أخذنا 3 إلى 4 مدراء بلديات، كان الهدف من هذا الموضوع هو تسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمواطن في هذه المنطقة، في هذه البيئة. طبعا الإنجازات وبعض المشاكل هي متفاوتة ما بين بلدية وبلدية. قبل فترة استضافينا السيد إسماعيل المعموري مدير بلدية اللطيفية، كان الحوار بصراحة شيق، إجابته كانت كلش منطقية وواقعية. الرجل إنتاجه مثمر واضح للعيان، حتى سألنا اتصلنا ببعض الأطراف في اللطيفية قال بأنه فعلا أكو عمل. ومن تسلم الموضوع لا إلى الآن أكو مناطق كانت منسية بدت الحياة تدب بهاي المناطق. بس احنا خب ما عندنا شيء ويا الرجل، يعني لا أنا علاقتي ولا حتى وإن كانت علاقة، لكن حقي قال. لهذا السبب اليوم أنا طلبنا يعني من الأخوان في بلديات بغداد أن نستضيفه مرة أخرى لبعض الأسئلة اللي لم يسعفنا الوقت لطرحها. ودا أشوف يعني وردتني الأسئلة كثيرة من أهل اللطيفية يعني، وحتى هي بصراحة بعضها تكون محرجة للأخ المسؤول، ولكن هذا واجبنا كإعلام أن نطرح الأسئلة ونتلقى الإجابة من السيد المسؤول بشكل مباشر. إذن اليوم حلقتنا متجددة مع السيد إسماعيل المعموري، المهندس إسماعيل معمور مدير بلدية اللطيفية. نحييك ونرحب بك أجمل ترحيب مرة أخرى. أهلا بك سامي الفاضل. الله يحفظكم. أستاذ إسماعيل، اليوم تحملنا لأن بعد الحلقة وردت لنا أسئلة، فلهذا السبب احنا مطمئنين على اجابتك وواقعيتك بالاجابه. تحدثنا يعني بشكل بسيط وموجز على قطع الاراضي. اليوم وصلت لنا يقول احنا المتقاعدين ان حظوظ بالاستلام لا سؤال المتقاعدين، وابدأ اضيف لك ايضا استفسار. يعني المن الشرائح احنا ما فصلناها بصراحه، من اللي يستحق ولا حظوظ باستلام قطع الاراضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بداية تحية لك دكتور من الفاضل وإلى قناة الأيام لاستضافتي وبيان والإجابة عن كافة الأسئلة. الله يحفظك. الله يسلمك. كل شرائح المجتمع مشمولة بخطة توزيع الأراضي السكنية في بلدية لطيفية. احنا عندنا خطة توزيع عندنا على مرحلتين، المرحلة الأولى 1500 قطعة سكنية، والمرحلة الثانية 1500 قطعة سكنية. كل شرائح مشمولة، سواء المتقاعدين، سواء الأرامل، سواء المطلقات، سواء العسكريين، سواء أبناء الحشد الشعبي، سواء الشهداء، سواء الموظفين الجيش الأبيض، كل شرائح بنسب متفاوتة. خطة توزيع من سيد المحافظ بعد مصادقتها سيتم شمول كل الشرائح، والتوزيع سيكون على الأفضلية، مجموعة نقاط لكل شخص، مجموعة نقاط الأفضل والأكثر نقاط هو الذي يستحق ويستلم قطعة الأرض إن شاء الله. 1500 تم فرزها، تم إفرازها بالكامل، وتم سحب السندات، وتم إعادة السندات إلى مديرية التسجيل العقاري في المحمودية بناء على طلبهم لأمور تدقيقية، وإن شاء الله خلال اليومين القادمين سيتم إعادتها إلينا السندات، وسيتم التوزيع بالأيام القادمة بعون الله تعالى. ممتاز، يعني هاي بشرى لأهل اللطيفية، لكل بغداد مو بس اللطيفية. شلون كل بغداد؟ المتقاعدين، ممكن متقاعد أو ممكن عسكري مو من سكنة اللطيفية، هو هم يستحق، الجيش الأبيض يستحق، الموظفين يستحقون طبعا ضمن شروط وضوابط محددة، فمو يعني بطاقة السكن ما تقرأ لطيفية في أي مكان. نعم، 16 بلدية أطراف بغداد وحتى داخل بغداد بإمكان تقديم، وعندنا يعني عندنا آلاف الناس اللي قدمت. جيد، يعني إن شاء الله الأسبوع القادم نقول أو اللي بعده، ولو هي إذا حدد فهذا مجزء. لا، هي الأيام القادمة شهر. إيش استاذ معيد، الأيام القادمة هم سنة، تطول سنتين أيام القادمة إن شاء الله. إحنا يعني كإجراءات إدارية كملت بعون الله تعالى، وبقى على يعني اللجان المشكلة تحددون موعد توزيع وخطة التوزيع. بس هي انتهت يعني، انتهت المرحلة الأخيرة. إن شاء الله المرحلة الأولى 1500 قطعة، المرحلة الثانية إن شاء الله على بداية العام القادم نوزع المرحلة الثانية من القطعة. وين فرستون بيا أماكن؟ القطعة المرقمة 1/91 مقاطعة 15 لطيفية، اللي هي يعني حي النور غرب، لا غرب، يعني بغرب اللطيفية، غرب ناحية اللطيفية. زين جيد، اذا احنا راح نوصل بعد نتعمق اكثر بالسؤال. نعم. انت قلت كلهم مشمولين. نعم، وكل بغداد، اهالي بغداد هم مشمولين. نعم، ولهم حصص ولهم نسب، وهي قرعه مو تمام. نعم، قرعه علنيه لو شنو؟ قرعه علنيه بحضور المقدمين كلهم. ايش قدموا لحد الان؟ احنا المقدمين اكثر من 10,000 مقدمين. يعني انتم قاعه تتحمل 10,000 بس هي يعني ممكن يعني هي تصير تبث على القنوات الفضائيه والاعلام. نعم، الاعلام ويعني والقرعه علنيه بحضور سيد المحافظ، بحضور مدير بلديات بغداد، بحضور اعضاء مجلس المحافظه، والقرعه علنيه وماكو شيء يعني جيد سري. هاي الامثال تضرب على نعم. السيد اسماعيل، عذرا والله مو يمكن القضيه. نعم. يقال لي يعني احدى المحافظات هسه ما نريد نذكرها، يقولون على اساس اخو بالمصداقيه ايش قد موثوقيه ايش قد النقل، الطوبات الموجوده خلوها بالمجمده تبرد ويخلونا حاله، فهذا اللي يسوي هالشكل، البارده يشيلها ويقول هاي القطعه مالتك. يعني هذا التلاعب شلون راح تكون شفافيه ومصداقيه للمتقدمين حتى ياخذون؟ هاي بعض النفوس الضعيفة تدعي ما تدعي. أنا سمعت هاي الكرات اللي تصير، هي حتى لو كانت بالمجمدة وحتى لو تعرضت إلى درجات يعني حرارة واطئة جدا، مجرد أن نطلعها إذا كانت بلاستيك، مجرد أن نطلعها هي بثواني أو بدقائق ترجع على حرارة الغرفة الموجودة بها. وما معقول من مثلا 1500 هو هذا، ممكن نجيب طفل أو ممكن يعني نجيب ورقي أو ممكن يعني قرعة يعني. والقرعة هي الشخص اللي يدخل قرعة، احنا الخطة مالتنا الشخص اللي يدخل قرعة، احنا عندنا يعني ندخل 1500 واحد
ل 1500 قطعة. بس أرقام القطع من يأخذ قطعة إيه هاي 1500 هو بمفاضلة بأمور تعلن معلنة درجات ونقاط وتعلن. فإذا واحد نقاطة مثلا نفض من 100 نقطة، واحد نقاطة 60 نقطة، وواحد نقاطة 59، هذا بإمكانه يعترض يقول 60 وهذا 59، والنقاط طبعا محددة وواضحة للكل ومنشورة في كل التواصل الاجتماعي وما ممكن تلعب بها. بس بالثاني نقطة اللي هي قطعة رقم واحد لمن هي هاي بالقرعة. بس تبعتكم محددات مثلا العشار العام الركن كذا هاي ما تنباع من نعم ما تنفرز العفو المواطن مفهوم ما توزع تجارية تجارية ما توزعنا نعم. تمام نعم. زين أنا هاي الوجبة 1500 ده تقول لي أنت 1500 راح ننتخبهم هم يسوون على القطع على أرقام القطع نعم جيد نتفق. زين أنت المقدمين 10,000 هذول شنو ال10,000 نحن لجان عندنا تشكل على النقاط مثل ما أسلفت سابقا على النقاط راح نأخذ من عندهم 1500 شيخ الأكثر نقاط. نقاط الأكثر نقاط أكثر نقاط زيد نقاطه 60 وأحمد نقاطه 59 زيد يدخل قرعة خمسة زيد جماعتكم زيد وعمر زيد إذا خلصنا من هاي القضية وقلت إفرازات أنا سمعتك إفرازات بحي الحسين وحي النور باللطيفية شنو هذا حي الحسين وحي النور هي من توزيع هيئة التصنيع العسكري السابقة وهي أملاك التصنيع العسكري توزعت إلى موظفين التصنيع العسكري وبمرور زمن معالم الإفراز أتلفت معالم الإفراز خلف البلدية مجاور البلدية وخلف البلدية من جهة الشمال ومن جهة الجنوب ومن جهة الشرق يعني تحيط بالإفرازات الحي العسكري وحي العفوان حي الحسين وحي النور يعني انفقدت معالم الإفراز مالتها. قدمنا طلب للسيد مدير بلديات بغداد مشكور استاذ ياسر قريشي وبجهود جباره استحصل موافقه السيد المحافظ مشكور استاذ عبد المطلب العلوي باعاده معالم الافراز بجهود ذاتيه من قبل البلديه وتم المباشره باعاده معالم الافراز تاريخ 8/7 تم المباشره باعاده الشهر الثامن انا قريت وتم الانجاز خلال يعني بشهر الثامن تم اكمال افراز بعون الله والحمد لله والشكر رب العالمين وتوجهنا كتاب لمديريه التسجيل العقاري بالمحموديه لغرض استلام اعاده معالم الافراز وان شاء الله خلال الاسبوع هذا ان شاء الله يتم انجازها 100%. لا هو شنو قصدك إعادة معالم الإفراز؟ قطع يعني هي اندثرت قطعة معالم؟ قطعة مفروزة ومسلمها مواطن في وقته مسلمها مواطن في وقته والقطعة الآن اختفت إن حدود القطعة اختفت الثايات أو الشواخص الموجودة على حدود القطعة مرور الزمن اختفت فهو يعرف هو عنده قطعة في هذا المكان بس ما يعرف مكانها وين هو هذا طبعا مو شغل البلدية هو شغل التسجيل العقاري واحنا خاطبنا التسجيل العقاري واعتذروا يحتاج يعني يحتاج مبالغ مالية ويحتاج جهد بشري وآلي واعتذر التسجيل العقاري في احنا واحنا رغم انه مو عمل البلدية يعني عمل تسجيل عقاري احنا فاتحنا مديرية بلديات بغداد وكما اسلفت مشكور استاذ ياسر القريشي جهوده جبارة واستحصل موافقة السيد المحافظ المحترم و تم تكليف البلدية بإعادة معالم الإفراز فإحنا رجعنا ثبتنا حدود كل القطع السكنية الموجودة ضمن هاي البلوك السكني اللي هو حي الحسين وحي النور اعتمدتوا على الخرائط الخرائط وأجهزة مسندات يسمونها عفوا التصميم والخرائط وجي بي اس ونعم ممتاز يعني أهالي حي الحسين إحنا خلينا نقول أهالي اللي يملكوها وحي النور الأسبوع القادم وين يروحون شي يراجعون تسجيل عقاري لاستلام حدود قطعتهم وتثبيت حدود قطعتهم ويباشر في بنائها بس هم سنة 23 عندهم سنة لا من الأملاك خاصة مالتهم أملاك خاصة بس يأخذون الفرز يأخذون مكانها تثبيت حدودها فقط تثبيت حدود احنا كملنا تثبيت الحدود كملنا كل قطعة زين عفوا هو هناك بالسنة ماكو تثبيت حدود فقط رقم قطعة رقم قطعة هو مستلمها مالته من التسعينات من 2000 هي قطعة مالته بس هو مين ده مكانها فا يعني ما يعرف حدودها وين فاحنا هسه كملنا حدودها ثبتنا الحدود كلها مع القطع السكنيه وهو هسه يروح للطاب الاسبوع القادم الطاب ويثبت له حدودها بامكان المباشره بالبناء. جيد حددتوا مثلا تاريخ العمل او البناء او تقديم الخدمات في هاي المنطقه؟
احنا هي المخدومه المخدومه مجاري هذا حي حسين مخدومه بمجاري خدمات ماء وخدمات كهرباء لحد ما مقدمه لان ماكو ولا بيت مشيد صح. حسب معلومات متوفره لدينا انه داره الماء اللي يصير نسب انجاز من البناء 30-40% يلا يباشرون بمد شبكه الماء وكذلك الكهرباء احنا ان شاء الله على 25 راح نرفع خطه بالتبليط الشوارع اكو تجاوز عليها صار المنطقة؟ لحد الان المنطقه فارغه ما بها اي بناء ولا اي تجاوز ممتاز شنو قرات يعني بعض المشاكل يقول افرازات النفط شنو افرازات النفط حي النفط هو ماتين من ضمن هو مجاور لحي الحسين وحي النور وكذلك ماتين بلدية قامت نفس الطريقه اللي عادت معامل افرازها تمام قامت عندنا معامل افرازها وان شاء الله ايضا بالاسبوع القادم كملنا خوش مشروع هاي ان شاء الله يعني الاسبوع القادم باذنه تعالى يراجعون التسجيل العقاري الاستلام قطعهم مباشره صار لهم ايش قد ينتظرون والله يعني حسب المعلومات الفردين صار لهم 20 سنه 20 سنه تمام 20 سنه توزيع هيئه التصنيع العسكري اكثر من 20 سنه صار يعني اي بلي بلي بعد قبل قبل الاحتلال اي ف أكثر من 20 سنة جيد احنا بما أنه تحدثنا عن قضية القطع أو فرز القطع الأراضي على من تقع مسؤولية البنى التحتية مثلا أنت تفضلت أن تكون مجال موجودة الماء يقول لك بعد نسبة معينة من السكان ويا ليدي يعني هسه أنا أبو بيت أريد أبني وهم سؤال باي ذا واي يصير يعني أداخل قرض أبني ما أبني ألقى بس أنا بهذه المنطقة الفارغة بس أنا بهذا البيت زين من أبني أنا مو بعد يعني يقول لي تعال ليش تم تجاوز صعك وفرز بس أنا مثلا بدي أسوي مثلا أطلع مجاري أروح للمي الموجود ألقى أنبوب لو ما ألقى لو أسوي بومبا ما يسموها ذولي يسحبون من المي والتجاوز يصير الحي السكني بعد ما مأهول من السكان المجاري مشكورة ده مركز مجاري لطيفية قدموا خدمة انه مدوا كملوا الحي كليته بأعمال مجاري مد الأنابيب وعمل المنهولات خدمات الماء كما قلنا سابقا انه من يصير نسبة 30% إلى 40% من الدور المشيدة يتم وضع خطة لتوصيل الماء الصالح للشرب إلى هذه الأهالي وكذلك الكهرباء بس كبناء بامكان المواطن اذا المواطن يعني هاي وفق القانون استاذ اسماعيل والله التعليمات اعرفها اني ضمن وفق القانون نعم يعني زين ليش بقى انا من اوزع القطع على الاراضي اكمل البنى التحتيه اكمل كل اجراءات ما ابلط حتى لا يتعرض للاستهلاك احنا التبليط كبلديه احنا ممكن نسال يعني تستضيف احد مدراء مراكز ماء اللطيفية وأحد من ينوب عنه وتسأل هذا السؤال احنا كبلدية يعني من الصعب انه نباشر بأعمال تبليط واذا كان المجاري ما كاملة او صحيح. ما شرب ما كامل بإمكان احنا اذا المجاري كامل احنا نرفع خطة ضمن 25 ان شاء الله بتبليط هذه الاحياء السكنية وعندنا خطة بالعمل يكون بدون يعني بدون اعمال ارصفه بدون اعمال مقرنص بس نشغل باور كيربر ونشغل الاسفلت واعمال مقرنص بعد اكمال الماء حتى التبليط مما يضرر وممكن نسوي احنا يعني جسور تحتيه او عبارات كما تسمى بال انه لتعبير الماء صالح للشرب واضح واضح اكو بعض الاماكن السكنيه وصلنا احد الاسئله يقول الأنقاض في منطقة اللطيفية عندكم أنقاض صدق يعني هيك يعني متراكمة يعني أبو الكابس ما يجي له يومين ثلاثة أربعة خمسة يعني أكو مشكلة عندكم؟ إحنا خلينا نميز بين الأنقاض وبين النفايات إحنا عندنا عفواً هو أنا كان يعني الأنقاض أعرف مخلفات البناء مخلفات البناء والنفايات النفايات بالصورة بشكل يومي ترفع النفايات بشكل يومي باستثناء ايام الجمعه ترفع النفايات وبشفتين شفت صباحي وشفت مسائي وعندنا حيين سكنيه اعمال تبليط جاري بها الان اعمال تبليط واحد وصلت نسبه الانجاز مالته اكثر من 95% ان شاء الله خلال ايام قليله يتم انجاز عمل 100% والحي الثاني لا بعدنا باعمال فرش الطبقه الاولى والطبقه الثانيه من الحصى الخابط واعمال مد الباور كيربر
فالحي القادسية، حي القادسية نعم توجد أنقاض نتيجة رفع التجاوزات من الدور السكنية، ولكن هذا من ضمن أعمال الشركة المنفذة هي تقوم برفع الأنقاض. وإذا تلكأت الشركة؟ تلكأت تدخل بغرامات تأخيرية وممكن ينسحب العمل من عنده، تمام؟ بس باقي الأحيان ما بها أنقاض، ممكن نفايات تصير بعض الأحيان جمعة سبت، هي نفايات تراكم يومي، بس احنا تراكم أسبوعي أو شهري ما عندنا، احنا تراكم يومي، وبالأخص يعني الجمعة والسبت، الجمعة يعني هي الخميس والجمعة والسبت، يعني يوم السبت احنا نباشر بعمالنا نلقى اكو تراكمات، تراكمات يومية احنا نسميها مو تراكمات، والعمل مستمر على عمل عمال النظافة. عندكم شفتات وشفت واحد؟ شفتين، شفت صباح وشفت مسائي، وكلهم متلحق؟ احنا ترفع النفايات، احنا ما عندنا تراكمات، هو هذا بشكل يومي ترفع النفايات زين، بس الانقاض اللي تتواجد نتيجة اعمال الشركة، ابو الشركة من رفع تجاوزات او يقلع الشارع او كذا يلقى له ساحة يجمع بها الانقاض، يقول انا يعني ورمة تصير يعني كمية انا يعني هو يحسب امور اقتصادية، اقتصادية فلوس، يقول لك انا اجيب يعني نساف او اجيب صح خبر اجيب شفر ويشيل اي ونرفعها خلي، بس احنا يعني بضغط مستمر على الشركة انه العمل مستمر برفع الانقاض ممتاز. استاذ معي هاي الشركة نعم، اما يعني العوائل او البيوتات اللي عندها بناء لكن تخلي أنقاضها أو الذب الرمل، الذب الطابوق، الحصى، أنا أتذكر قبل علي غرامات يعني يشيلها اليوم خلص، يعني ما يبقى له ثاني يوم، تعرف هاي راح يعرقل مسير الناس، يعرقل دخول السيارات في يعني فرع أو يسمونها الدربونة. يعني أنت شو إجراءاتكم بالبلدية؟ من يقدم إجازة بناء؟ المواطن يقدم إجازة بناء، نأخذ منه تأمينات رفع أنقاض مقدارها 450,000 دينار مقطوعة لو 450,000 دينار تأمينات بعد إكمال البناء، يقدم طلب لإعادة التأمينات إلى المواطن. تذهب لجنة من قبل البلدية لمعاينة مكان البناء ومكان الشارع والساحة المقابلة له، إن كان رافع الأنقاض هو نعيد إلى المبلغ 450,000 دينار، إن كان ما عايدها نصادرها وإحنا نرفع الأنقاض، فالمواطن طبعا هو يرفع الأنقاض وأحسن ما يخسر يعني يخسر 50,000 ميتة يرفع الأنقاض، أحسن ما يخسر 450,000 دينار. أما موضوع الرمل والحصى والله هاي مشكلة عاني من عدها أنا صراحة، بس إحنا وضعنا في الآلية وبالتنسيق مع السيد مدير ناحية أستاذ أحمد سليم مشكورا، إنه وجهنا إنذارات إنه لكل مواطن يخلي يضع الرمل أو الحصى أو أي مواد بناء على الرصيف أو على الشارع، نعطيه مهلة نحددها اللجان المختصة، وإن لم يلتزم ضمن هذه المدة يتم مصادرة هذه المواد. يعني صارت عندكم حالة لو إحنا مصادرة ما صارت عندنا، بس إحنا إنه الناس ورا ما بلغناها وشافوا الموضوع جدي، الناس قامت بتخلي المواد بالشارع، قامت ترفعها، يعني نقول 75% من الناس رفعت المواد الإنشائية من الأرصفة من الشوارع. زين أنا مثلاً أسأل فرعي، يعني أسأل أقول أنا باللطيفية. نعم. فرعي جاء واحد نزل كيلة رمل طابوق يعني وخلاهن، راح صار عنده شغل مثلا المقاول ما جاء ثاني يوم والعمال بخلاه فد اسبوع مثلا، اكو رقابه دوريه لجان مشكله من قبلنا ومن قبل مديريه الناحيه بشكل يومي صباحا ومساء للكشف على كل هذه الظواهر، وفي حاله حدوث مثل هذه الظاهره يتم اخذ تعهد من المواطن برفع هذه المواد خلال فترة زمنية تحددها اللجان المختصة والمشكلة من قبل البلدية ومديرية الناحية، وفي حالة تلكؤ بإنجاز ضمن الفترة المحددة واللي أخذنا من صاحب البناء تعهد بذلك يتم مصادرة هذه المواد. زين هسه احنا درحكي انت بيننا كإعلام ومسؤول. نعم. انا مثلا عندي مشكلة عليك انت ابو البلدية، اشتك عندك، اشتك وين؟ احنا اولا ابوابنا مفتوحه للجميع، وهذا شهود يعني اهل لطيفيه وكل من يراجعنا، بابنا مفتوح 24 ساعه. زي. احنا سيد محافظ بغداد المحترم والدولة رئيس وزراء حددوا يومين لمقابله المواطنين، احنا حددنا كل ايام اسبوع بما فيها الجمعه والسبت ممكن اتصال هاتفيا بي او حضور الى البلديه، وما يتاخر المواطن ثواني ما يتاخر،
الا في حالات نادره كان عندنا اجتماع وكان احد الضيوف المسؤولين يمنا وعندنا صفحه على الفيسبوك وعندنا كذلك بريد الالكتروني وكذلك عندنا صندوق السام الشكاوي في البلديه ونستقبل الشكاوي بكل رحابه الصدر وعندنا سجلات لتاريخ الشكوى وانجاز الشكوى ومتابعه الشكوى اكو لجنه مثلا التابعة اي نعم عندنا لجان مختصه بالموضوع لجنه المخالفات والتجاوزات ممتاز اللطيفيه تعتبر مكان طوق لمحافظة بغداد تمام لو لا هي حال حال النهروان وهكذا العام يعني وهاي السنة هاي السنة ماكو أتربة العام كانت بشكل كبير يعني هذا علامة على تصحر وإحنا دائما نعرف أنك حزام أخضر لكل المدن يعني نشوف إحنا ملامح وليس حزام أخضر خاصة بالأطراف شوف بساتين أهلية كذا لكن بلدية أن تشتغل على حزام أخضر يعني بصراحة مثلا ما طاب كلش بتفاصيل لطيفية أغلبية ما تخزنها ما ذاك الحزام الأخضر يشتغل عليه البلدية ذاتها اشتغلتوا على حزام أخضر ولا احنا بلدية لطيفية الحمد لله وشكر هي يعني هي بأطراف بغداد من جهة الجنوب أغلب المناطق المحيطة بها هي مناطق زراعية سواء بساتين نخيل أو ما شابه ذلك اما موضوع التصحر يعني تقريبا نقول احنا في بلدية لطيفة لا يوجد تصحر في بلدية لطيفة واحنا عادين خطط جبارة لزراعة حدائق والاكثار بالمشاتل وجهود ذاتية اكثار نباتات دامة خضرة والموسمية من نباتات وورود واشجار وزراعة اي مكان تابع للبلدية نعمله حديقة او نعمله مشتل والاكثار من زراعة كل الأشجار وحاليا عندنا خطة احنا ان شاء الله الأحياء السكنية في حي راح نبدي بحي السلام وحي الزهور رحنا أمام الدور السكنية راح نزرع شتلات من أشجار دامة الخضرة في أمام جميع الدور السكنية في حي السلام وحي الزهور أحسنتم جزاكم الله مبادرة مدرستي شو تعنون بيها؟ السيد دولة رئيس الوزراء المحترم وبتوجيهات من قبل السيد محافظ بغداد المحترم والأستاذ ياسر القريشي ضمن حملة مدرستي أجمل تم توجيهنا برفض الحدائق في المدارس اللي داخل حدود البلدية وتم تشكيل لجنة من قبل مديرية بلدية لطيفية من مهندسين زراعيين اختصاص في تأهيل وتشجير الحدائق وكذلك غسل وتنظيف الساحات المدرسية استقبال العام الدراسي الجديد والعمل مستمر على قدم وساق يعني بعد أكو خدمات قدم مسلات نفايات نقدم نعم نقدم حاولة نفايات اللي تحتاج ونقدم كذلك أكياس نفايات للمدرسة التي تحتاج وكذلك نقوم ب هاي باستمرار السنة كامل يعني لو الحاوية يعني هي حاوية حديد احنا عندنا نوعية جيدة نوزعها تكفيهم يعني في حالة كسرها أو كذا يتم استبدالها يعني حديد هم يتوزع بالمناطق السكنية لو إيه نعم بالمناطق السكنية حديد أفضل من البلاستيك لأن بعض يعني بعض الأطفال بعض ضعاف النفوس صح. البلاستيك يتعرض للحرق يعني تتلف الحاوية نسبناها بالحديد حتى لا تعرضت للحرق هي تبقى محافظة عليه جيد والحديد أنا أتوقع بأنه الكابسة النفايات سهلة الرفع سيس نعم أسهل من البلاستيك ما راح يجيب لكم سيارات ولا هي مشكلة نعاني منها يعني صراحة إحنا آلياتنا كلها يعني قديمة وقلنا للسيد محافظ بغداد المحترم وواضعين خطة لمحافظة بغداد إن شاء الله سيتم رفضنا بكمية من الكابسات جيد بما أن هاي الخدمات اللي تقدموها أستاذ إسماعيل تحدثنا بها قبل الزيارة الأربعينية أثناء لقائنا الأول وياكم وتحدثت عن الأعمال راح تقدموها والخدمة راح تقدموها لزوار الإمام الحسين عليه السلام في الزيارة الأربعينية بصراحة بعد ما سراحت الأربعينية وخلص شهر صفر أنتم مقتنعين بما قدمتوا وهل هو فعلا قدمتوا وبصراحة ما يلبي الطموح
الحمد لله والشكر احنا اكثر سنه يمكن خلينا نقول تعبنا بيها لتقديم الخدمات الى زوار ابي عبد الله عليه السلام هي هذه السنه، حيث تم تكليف 4 بلديات هي بلديه المحموديه وبلديه اللطيفيه وبلديه الرشيد وبلديه اليوسفيه بالعمل من قاطع المحموديه الى قاطع اللطيفيه بعهده هذه البلديات، اما باقي من المحموديه الى مدخل بغداد كان بعهده الطرق والجسور والشركه المنفذه لتوسعه الطريق بغداد بابل. الحمد لله والشكر تم انجاز العمل بفتره قياسيه وتم رفع كافه التجاوزات وكافه المخالفات وكافه شنو كانت نوع التجاوزات؟ سواء التجاوز من قبل بعض الاكشاك، بعض المحلات، بعض السكلات من المواد الانشائيه، بعض اصحاب الحي الصناعي، التصليح، الاطارات المستهلكه والمستعمله، فتم رفعها بالكامل وتم تنظيف وتعديل الجزر الوسطيه وكذلك رفع الانقاض ورفع النفايات على جانبي الطريق ابتداء من المحموديه وصول الى جسر الحصوه مرورا باللطيفيه. وكذلك تم زراعه بعض تعويض بعض الهلاكات الموجوده على مر الطريق. كما قامت بلديه اللطيفيه بنصب موكب لتقديم الخدمات الى زوار ابي عبد الله الحسين، وتم تقديم الخدمات بما بالامكانيات المحدوده طبعا، بس قامت بتوزيع الماء الصالح للشرب، كذلك توزيع الفواكه، والحمد لله والشكر. حصلنا كتاب شكر تقدير من دوله رئيس الوزراء المحترم. نعم للخدمات اللي قدمناها ولله الحمد والمنه. ممتاز، موفقين ان شاء الله. شكرا. من نقدم الخدمه للامام الحسين اكيد هو في الاخره قبل الدنيا ان شاء الله. استاذ اسماعيل، يعني انتم الشوارع اللي صار بيها توسعه، سايدين اساسي واثنين فرعيات مو تمام محاذيه للرئيسي. اكو اثناء زياره اثناء مشينا كانت اكو معاناه من بعض الاخوه في المواكب، قالوا ازالونا من يومها صفر، يعني قالوا لنا المواكب يشيلوها للامانه، خلينا نقلك اياها بامانه. وكان مو يومكم بلديه اللطيفيه، كان عن المحموديه تحدثون. ف انا حسب ما دريت من الاخوه في بلديات قال هذا مو موضوع بلديه، امر رئيس الوزراء لتوسعة الشوارع. يعني سويت لهم اماكن مخصصه السنه الجايه، بنشوف اكو مشاكل، بنشوف مثلا يقول لك انا تعال ليش طلعتني يعني انا من هذا موكبي والامام الحسين وكذا، شلون شيلني؟ يعني عندكم فد معالجه لهذا الموضوع؟ توسع الطريق بغداد بابل هو مو من اختصاص البلديه، هو من اختصاص طرق وجسور. ومحال الى شركه، والشركه تحتاج 50 متر من منتصف الجزيره الوسطيه. نعم لكل جانب. وهو يعني تم الاتفاق مع هيئه المواكب انه الموكب اللي ضمن هذه التوسعه ان كان له مجال يرجع للخلف ان كان، وان كان ما له مجال فيشوف له مكان اخر. هاي توسع زين من عفوا قاطعك، من توصل جسر الحصوه خبوء اوتوماتيكيا ضاق، يعني بقى على الجسر اكو خطه ل يعني تغيير الجسور وزياده العمارات واصله غريبه، يعني قريبه على الشارع، شلون تصير 50 متر يمين ويسار؟ من منتصف الجزر الوسطيه 50 متر من منتصف الجزر الوسطيه من يعارض الجسر، هي عاد اكو خطه ل يعني تغيير الجسور، زياده بعرض الجسر. نعم. فكان موكب يعارض يرفع ويا اما يرجع بعد ال 50 بعد 50 يا اما اشوف له مكان ثاني، كان بعد ال 50 املاك خاصه او دوائر حكوميه. جيد. قرار 320 تمليك المتجاوزين نسميهم متجاوزين. نعم. هذا يمكن ادق. نعم تمليك متجاوزين. متجاوزين. شلون راح يصير؟ ومشى طبقتوه؟ لا احنا قرار 320 622 تمليك المتجاوزين طبعا بشروط وبضوابط وبتعليمات، اولا بناء الموجود ضمن القطعه المعينه المشموله اكثر من 70% البناء. اخذنا صوره هالشكل يعني. نعم بضوابط وتعليمات اخذنا صوره جويه انه يعني بدايه صدور القرار اخذنا صوره جويه انه الباني فقط هو اللي يتملك، اللي باني قبل القرار، اللي باني بعد القرار 22
بال22 الباني بعد القرار ما يتملك، وهاي تعتمد على صورة جوية تم أخذها بتاريخها. يعني بعض من ضعاف النفوس يعني يبيع أو يتقول على البلدية أو على غير البلدية. أنا من منبركم إن شاء الله أدعو كافة المواطنين، لا يوجد أي رسم مادي أي مبلغ مادي سواء للبلدية أو لأي جهة كانت. بس معنا بعض المواطنين يقومون بجباية من المواطنين البسطاء لغرض بحجج تمليكهم وبحجج تنسيق مع بعض الدوائر المعنية. وأنا من سمعت هذا الخبر كتبت لافتات وعلقتها يعني في الأحياء المتجاوزة، لا يوجد دفع أي مبلغ مادي. دولة رئيس وزراء وقرار الصدر تمليك المتجاوزين ضمن ضوابط وشروط، وإحنا ماشيين وقاطعين شوط كبير جدا في إن شاء الله يعني في إكمال إجراءات التمليك، وإن شاء الله بالقريب العاجل بعد إكمال أعمال المخططات وأعمال المسح سيتم تمليكهم بإذن الله تعالى. حتى وإن كان مثلا بهذه المنطقة أو القرية اللي هم متجاوزين 70% وحسب الضوابط طبعا، إن كان مخطط التصميمي هاي الأبنية هي متشابكة، يمكن يمكن تشوفها يمكن ماكو فرع أصلا. يعني احنا راح نعد تصاميم قطاعيه، احنا في طور اداء تصاميم قطاعيه. تصاميم قطاعيه لازم تكون تصاميم قطاعيه قدر الامكان حاول يعني نعالج هاي كلها. يعني احنا من نجي ما يصير فرع 3 متر او 2 متر، احنا نسوي تصميم قطاعي، فهذا لازم المتجاوز مثلا يصير فرع احنا 6 متر، هاي الباقي المتجاوز على 6 متر ينزل تجاوز مالته. ومن يقبل لك هاي؟ يعني انا مشتري مثلا مشتريته 150 مليون هذا البيت مثلا، وشنو هسه تجيني مثلا بالاونه الاخيره وتقول لي يا مو انت لازم تسحف، اسحف لازم اطبع الغرفه، اشيل نص الغرفه واسويها متر الغرفه، وخب ما تصير. هي يعني لازم انت تريد شارع، تطالبنا بشارع وطالبنا بخدمات وطالبنا برفع النفايات وطالبنا بتبليد وطالبنا بمي وطالبنا بكهرباء وطالبنا، فاذا ماكو شوارع عن شلون ممكن اقدم لك هاي الخدمات؟ تمام. ثانيا انت متجاوز، يعني هي املاك الدوله مو املاكك انت، فانت اذا زلنا من جزء من تجاوز مالتك في سبيل تقديم الخدمات وتمليكك وتقديم الخدمات هذا بصالح الجميع. يعني جميل، يعني جيد. يعني سؤال اخر حتى نغادر السؤال هذا، انا مثلا منطقه سكنيه وبنصف المنطقه السكنيه اكو خدمات، مركز شرطه مثلا، مستوصف صحي، مدينة ألعاب، حديقة. اجوا العالم ما بعد السقوط اتجاوزوا على هذا الموضوع وصارت نسبتها 70% أو فوق 70%، ومنطقة مهمة عندكم مثلا باللطيفية، شنو إجراءاتكم؟ تملكونه؟ هاي على التصاميم القطاعية اللي تعد، التصميم القطاعي راح يعد قدر الإمكان بأقل ضرر، نعد تصميم قطاعي بأقل ضرر. خلينا نقول احنا عندنا مثلا 200 عائلة ساكنة باني 200 عائلة ساكنة، هاي تحتاجون مثل ما تفضل حضرتك تحتاج مدرسة وتحتاج روضة وتحتاج جامع وتحتاج مستوصف وتحتاج مركز صحي وتحتاج كذا. فإن كان بالإمكان إنه ذي نوفرها بجانبها أو مجاور إلها وكان وإن كان ولا بد فنزيل المتجاوزين على التصميم الأساسي حتى 70% تشيلون؟ إيه نعم، يعني الحل هذا وفق القانون. اي وفق القانون، احنا عندنا تصميم قطاعي، احنا عندنا تصميم قطاعي، اول تصميم قطاعي، طبعا التصميم القطاعي يعني جوانب مختصه ويتم مصادقته من قبل البلديه ومدير الناحيه ومديريه بلديه بغداد ونوب التخطيط العمراني في محافظه بغداد يتم الاطلاع عليه بالشراكه التسجيل العقاري، بشراكه دائره الزراعه، الري، الموارد المائيه، هاي كلها كبار تجاوزت على محرمات طرق، محرم متجاوزات على انبوب نفطي، مؤسسات غاز، انبوب غاز ومحرم طريق ومحرم بزل ومحرم نهر، هاي تجاوزات هي محرمات، هاي من اسمها محرم، من اسمها محرم هاي ممنوع تجاوز بها. هذا ماكو 22، هاي ماكو 22، هذا لازم احنا فهو باني بالمحرم، هاي احنا ما يقدر على تصميم قطاعي، احنا هو ما يتملك الا من التصميم القطاعي 100%. تمام. الجباية طبعا هزتهم يقول هزتها راح تتكلم على سلعه الجباية، خذنا الفليسات وعن تمويل ذاتي. الجباية على البيت على المحل شلون تاخذونه؟
احنا عندنا الجبايه، عندنا يعني اكثر من نوع من الجبايه، عندنا جبايه التنظيفات، عندنا فرق جواله يعني على المحلات واصحاب والباع المتجولين من المحلات، جبايه ضمن جدول معين، كل محل مبلغ يعني تراوح من 5000 الى 30000 شهريا حسب المحل وحسب التعليمات الصادره انه بقانون بوصل بكذا، بوصل رسمي طبعا، بوصل رسمي، واي اي مبلغ مواطن يدفع للدوله الا بوصل رسمي، بغير وصل رسمي هذا لا يعد به ولا يعتمد عليه. جميل. وصل رسمي موظف مختص يوصل رسمي شهريا تنظيفات. هذا موضوع جبات التنظيفات. عندنا احنا رسوم على اجازات البناء وعلى نقل الملكيه، عندنا رسوم تبليط، تمام، هاي اثناء يعني المواطن يحتاج اجازه البناء ويراجع اجازه البناء. عندنا غرامات الباني بدون اجازه بناء او باني دارين بدون اجازه بناء، يعني ما فارز هو يعني بصوره غير رسميه، هو تنزيل اول بيت هو يبني بيت يعني قطعه سكنيه يبني بيت يعني، فيسمى يعني بناء دارين بصوره غير رسميه، عليها غرامه، الغرامه تتراوح من مليون الى 3 مليون دينار، يحددها السيد مدير الناحيه ضمن القانون ضمن ضوابط وتعليمات بها قانون. جيد، اللي مثلا بيته مطلع منه محل، هو بيت عنوانه بيت بس سوى له محل، هم عليه غرامه؟ اجور تنظيفات، احنا من المحل ناخذ اجور تنظيفات، بس احنا باجازه البناء لا، المحل ما نوافق على المحل، هذا سكني. ها نعم. يغلق يعني؟ يغلق، اي نعم يغلق. واذا قال لك انا هذا مثلا طاب رزقي وانا ادفع غرامه علي مثلا، مو سهل، هو اذا باني هو ما يحتاج اجازه البناء، هو يعني بنا بدون اجازه بناء. بنا بدون اجازه بناء ما يحتاج اجازه غرامه، فهذا من باكر يبيع او كذا، عندنا رسوم تبليط وعندنا بناء بصوره غير رسميه وعندنا جبال تنظيفات، فكل واحده وقانونها وكل واحده و... احسنتم استاذ اسماعيل. قبل ان نختم مشاهدينا الكرام، ارجع على موضوع اللي قلت لكم كل اسبوع لازم احكيها، موضوعة الطرق في داخل محافظة بغداد، طرق بائسة، ما علينا بالمجسرات اللي دا سووها هسه واللي قاعد تقدمون بيها، هسه اكو مجسر مال قرطبة ورا شهر انسد وعادة تنظيم، هسه شركة ممكن يصير بيها خلل معين وجزاكم الله خير، يعني اكو حالة عمران دا تشتغل يعني بالفك الاختناقات شيء ايجابي، يعني احنا ما شفنا بصراحة صار لنا فترة طويلة بالحكومات ما شفنا اكو حركة ديمومة حركة ونشوف آليات عمل وعمال يشتغلون 24 ساعة شفتات، هذا شيء ايجابي امانة احكيها امانة، يعني هاي مسؤولية اخلاقية ان نتحدث بها، لكن ارجع هذا مستثمر، يجي مستثمر بفلوسه فلوس الدولة تعطي فلوس يشتغل لك، ما تعطي ما يشتغل لك، لكن من ترجع على دولة على أمانة بغداد، وللأسف هسه أمانة بغداد طرق الجسور مكتب رئيس وزراء جود الخدمي ما نعرف، أنا كمواطن مستفيد أريد من أفوت بشارع بخير أشوف ما بي مطبات أو طسات، مطبات ممكن يعني إحنا البشر سوي لنا مطاب حتى نخفف إذا كان شارع نظيف، ولو هي مطبات خلص يعني سوء عمل، أسميه مطبات سوء عمل من أمانة بغداد أو طرق الجسور ما أعرف، فهي في داخل محافظة بغداد. مستشفى الشيخ زايد قلناها وأكد عليها كل حلقة راح أذكرها، لكن لا حياة لمن تنادي، هاي صار لي 4 حلقات 5 حلقات أتحدث بيها وتشوف المطبات، هي أروح وأرجع نفس الطريق، مطبات كارثية، يعني المريض اذا شيء براسه بالجمجمه يموت بالطريق على المطبات اللي موجوده، اللي عنده كسر يزيد الضرر عنده ما ينقص، ما يروح قبل يعالج في الطوارئ اسعافات اوليه ممكن حتى ينقلوه الى المستشفى المختص. انت تسوي يا رئيس الوزراء شيء ايجابي فك الاختناقات، هاي الرساله الى الاخ الاستاذ محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء، تسوي فك اختناقات وجزاك الله خير، سويت مجسرات على قناة الجيش، دي وصلوا لك الحديث لو لا، الجماعة المستشارين دي يقولوا لك لو لا، دي روح شوف قناة الجيش، وانت اعتقد راح زرت اثناء عمل المجسرات،
ده تشوف الزخم بالليل بس شوف الغروب بعد الصلاة، تشوف الزخم اللايتات السيارات على مد البصر. ليش؟ أكو طسات موجودة وخرافية، مو طسات، حفر حفر بداخل النفق اللي قرب وزارة النقل، قرب وزارة النقل هذا الموجود النفق كارثي حقيقي، عالجوها لأن معيبة معيبة. يعني إيش تحتاج؟ عم حدلوها حدلوها، شيلوا هاي وخلوا له سبيس، خلينا نرجع العصر القديم ما بيه مشكلة، سبيس ترابات ونمشي عليه السيارات وتطلع هاي التعوالة مال ترابة ماكو مشكلة، بس ولا هذا التبليط السيء. طبعا هو بلطوا قبل فترة طويلة، بلطوا عدلوها، لكن هذا ترقيع يطول المقاول. الله أعلم ايش قد كاتبينها بالكشف الأخير، كم مليون هذا الشارع أو كيلو، كم كيلو وثلاث كيلوات أو كيلوين، وشوف مليارات ترقع مليار بعد مليار. وايد نشوف يومي لازمينه واحد فساد. على العموم مشاهدين الكرام، نشكر مرة أخرى الأستاذ إسماعيل مهندس إسماعيل معمور مدير بلدية اللطيفية، شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لكل المعلومات. شكرا لك دكتور محمد، الله يحفظك. إذا مشاهدين الكرام، في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 9 مساء. ألتقيكم بإذن تعالى، تقبل تحياتي، موعد مقدم البرنامج حازم الحربي، في أمان الله وحفظه.